سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. المشركين بقى آخر ما زهوا قالوا بص يا رسول الله، طبعا هم مش بيقولوا يا رسول الله، بيقولوا يا محمد صلى الله عليه وسلم، بنقول لك ايه؟ هو ربنا مش مطلع علينا؟ مش ربنا شايفنا واحنا بنقدم القرابين للآلهة بتاعتنا؟ نعم، مش ربنا شايفنا واحنا بنقول دي حرام ودي حلال وانت عملتوا لنا لا؟ نعم، ربنا يعلم كل ما نحن فيه، صح؟ لو احنا كنا بنعمل غلط كان ربنا منعنا منه، وربنا كل شيء يجري بقدره، وما دام سمح لنا نعمل اللي بنعمله يبقى احنا لا بنعمل شرك ولا بنفتري على الله الكذب ولا بنحل الحرام ولا بنحرم الحلال. ده اكبر دليل اللي احنا صح وانت اللي غلط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده خلاصه اللي قالوه. قالوا سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا، كان منعنا اللي احنا نشرك به سبحانه وتعالى، ولا اباؤنا اشركوا برضه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول لهم لا تتبعوا الاباء في الباطل وفي الكفر، لا احنا نكفر ولا حتى ابانا كفروا، لان ربنا لا يريد الكفر ومن ثم يمنعنا منه، ولا حرمنا من شيء، وكان ربنا منعنا اللي احنا نحرم شيء هو اباح، كان منعنا من ذلك. طبعا يا اخواننا المشركين فاهمين ان ربنا ما دام شاء الشيء يبقى رضي عن الشيء، وفي فرق بين المشيئة والرضا. طب ما ربنا شاء ان الشيطان يوجد، هل ربنا راضي عن الشيطان؟ لا طبعا، انما اوجد الشيطان لحكمة، للابتلاء، للتمحيص. زي كتير من الناس يقول الكلمة دي، يقول لك مش هو ربنا كان عارف اللي حصل لمصر الايام اللي فاتت دي؟ يقول لك ما ربنا هو اللي شاء. يا ابني كونه ان ربنا يشاءه مش معنى ان ربنا يرضاه، هو يشاءه لان ما فيش شيء يخرج عن مشيئته عز وجل. لا يمكن حتى العاصي يعصي ربنا قهرا، الطاعة والمعصية بمشيئة الله تبارك وتعالى، بس ربنا بيبتلي ويمتحن ويختبر. فدي حجة باطلة مش هتنفعكم يا مشركين. يبقى العاصي يقول لك ايه؟ لو انا كنت بعصي كان ربنا منعني، وكون ربنا ما يمنعنيش يبقى دي مش معصية، تبقى دي حلال. شفت الفكرة الخاطئة؟ هم قالوا كده فكرة غبية جدا ومع ذلك مصدقينها. فربنا عز وجل قال كذلك كذب الذين من قبلهم، برضو الناس اللي قبليهم كانوا يقولوا كده حتى ذاقوا بأسنا. جو يوم القيامة عرفوا ان الحجة دي ملهاش لازمة وما نفعتهمش ودخلوا جهنم. فاكرين الحجة الخائبة دي هتنفعهم؟ طبعا دي مش حجة، ده باطل وعناد وإضاعة للوقت. إنما اللي عايز يعرف الحق ما كانش يقول مثل هذه الشبهات البسيطة. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل عندكم دليل إن ربنا راضي عن أعمالكم دي؟ ولا دي اختلقتها عقولكم؟ قولوا لنا الأدلة، أو قولوا الأدلة اللي تبين اللي انتوا على ما انتوا فيه ده مش شرك، او ان ربنا راضي عن ذلك. فتخرجوه لنا يعني فتظهروه لنا. ما عندهمش لا حجه ولا برهان ولا علم ولا عندهم اي حاجه خالص،
عندهم اتباع أعمى والتقليد أعمى. إن تتبعون إلا الظن، مش العلم، الظن الأوهام والخيالات والاعتقادات الفاسدة، وإن أنتم إلا تخرصون. يعني إيه تخرصون؟ يعني تكذبون، ولن ينفعكم هذا الكذب يوم القيامة.